ينضم إلينا من شحات القريبة من درنا مراسلنا عبد الناصر خالد، ومن طرابلس مراسلنا إبراهيم العبدلي. أهلا وسهلا بكما. سأبدأ معك من شحات المنكوبة. أيضا عمليات إخلاء المستشفيات والإعلان رسميا أن القطاع الصحي في تلك المنطقة أصبح عاجزا عن الاستيعاب. أطلعنا على مزيد من التفاصيل. نعم أمل، بالنسبة لمناطق الجبل الأخضر تحديدا منطقة شحات، وهي من المناطق التي أعلنت بشكل رسمي عن أنها منطقة منكوبة، نتحدث عن عجز في القطاع الصحي لتلبية مطالب المصابين والجرحى الذين يأتون إلى مستشفيات هذه المنطقة. نتحدث عن مستشفى صغير لا يستوعب الأعداد الكبيرة التي يعني سجلت نتيجة هذه العاصفة الاستوائية التي ضربت هذه المنطقة قبل أيام. هناك العشرات من المصابين يأتون إلى مستشفيات هذه المنطقة، لكن هناك بالفعل عجز، هذا بحسب الجهات الصحية في المدينة، هناك عجز كبير في مسألة تلبية احتياجات المصابين والجرحى الذين ليسوا من مناطق الجبل الأخضر فقط، هناك من يأتي حتى من مدينة درنا المنكوبة. هناك بعض الجرحى، ورأينا بعض العائلات بدأت تتوافد هذه المستشفيات للحصول على الأقل برعاية صحية لبعض أبنائها وأقاربها ومن أصيبوا جراء هذه العاصفة المدمرة. لكن ثمة محاولات من بعض الجهات الأخرى المحلية وأيضا الدولية منذ قليل، يعني بدأ وشرع مركز طب الطوارئ والدعم فرع المنطقة الغربية فرع العاصمة طرابلس بإنشاء مستشفيات ميدانية. أنشئت قبل يومين مستشفى، لكن أيضا هذا المستشفى لم يعد قادر على استيعاب المزيد من الجرحى والمصابين. هناك أيضا إنشاء بعض المستشفيات الأخرى التي في مناطق أخرى مجاورة لمدينة شحات لمحاولة التخفيف من حدة الوافدين من الجرحى والمصابين إلى مستشفيات مدينة شحات. هناك مشاكل أخرى تتعلق بتلبية احتياجات السكان، هناك نقص حاد في المواد الغذائية، هناك نقص حاد في المحروقات، ثمة مشاكل أخرى أمال تتعلق بالانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي. الآن مثلا أنا أقف في الشارع، درجة الحرارة الآن بدأت تتدنى في فترات الليل، نحن ربما نسجل الآن درجة 14، يعني بعد قليل ربما ستتدنى بشكل أكثر، هناك برودة في الطقس، هذا بالتالي سيصعب من مسألة المواطنين الساكنين في هذه المنطقة في ظل عدم وجود محروقات، في ظل عدم وجود مواد للتدفئة، في ظل عدم وجود تيار كهربائي. نتحدث كذلك عن جميع السكان أيضا العالقين الذين هم الآن ينتظرون المساعدات الغذائية وغيرها الإنسانية، هم الآن في ظل هذه الظروف الباردة بطبيعة الحال ستكون الأمور